والرغيبة عندهم هي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأجر الذي ورد فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، صلوهما ولو طردتكم الخيل. فعله صلى الله عليه وسلم مداومة على ذلك، فهذا فيه ترغيب، يسمونها بالرغيبة. التطوع هو ما ينتخبه الإنسان من النوافل العبادات. أنت تريد أن تصلي لله في اليوم 100 ركعة، ما حد يقول لك لا، المهم اجتنب بالأوقات المنهي عنها وصلي على روحك. لا يقول لك واحد بدعة ويقول لك أنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة أيضا، ولم ينهى عن الزيادة، هو ما زاد ولم ينهى عن الزيادة، لأن بعض الناس يقول لك هذا العدد محصور. زاد عمر رضي الله عنه يعني 20 ركعة في رمضان كما في الموطأ، فهل هو مبتدع يعني زاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا 23 ركعة، وكان يجمع كعب أبي بن كعب وأبي الدرداء، يجمع عليهم الناس ويصلون ويقومون حتى يخشون من الفلاح السحور، يعني وقت السحور. نعم، إذن فالزيادة في النوافل المطلقة ما لها حد، إذا هذا التطوع هذا ما ينتخبه الإنسان لنفسه. والسنة كما قلنا هي ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم أو أخفاه عن يعني عن أعين الناس وداوم عليه، فهذا بناء السنن، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب. طيب، قال: سنن غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. أول ما يريد أن يشرع في الوضوء أنه يغسل يديه 3 إلى إيش؟ إلى المرفقين. وين الكوع هذا؟ وين الكوع؟ وين البوع؟ متى أخذت هذا؟ بارك الله فيك، استفدت زغلك. البوع وين؟ قالوا ما يكره يعرف كوعه من بوعه. أظن أنك ما تعرف كوعك من بوعك. أحسنت، نعم، البوع في القدم، العظم الذي يلي الإبهام القدم هو البوع، والكوع العظم الذي يلي إبهام اليد. قولوا ما يعرف كوعه من بوعه، هذه هي. طيب، إذا غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، أول ما يريد أن يتوضأ يغسل يديه إلى الكوعين، ويتأكد الاستحباب إذا قام من نومه، لأن قيامه من نومه يقتضي أن يده ربما جالت في الدمل، في يعني بين ربما مس أماكن نجاسة أو شيء، فهذا لا بد له أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. وقد جاء في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما 3، فإنه لا يدري حيث باتت يده. وطبعا إذن يغسلهما خارج الإناء، ثم بعد ذلك يشرع في ما وراء ذلك. طيب، الاستنجاء، هل يجب عليه الاستنجاء قبل أن يشرع في الوضوء أم لا؟ لا يجب عليه، نعم، لا يجب عليه الاستنجاء إلا إذا كان في حاجة إلى إخراج الخبثين، فهنا لابد عليه أن يستجمر أو يستنجي. إذن فلا يجب، ليس كلما قام للصلاة يتوضأ يستنجي. بعضهم كان واحد شاب مسكين ما يعرف، كان يمشي يتوضأ ويدخل الحمام يبول ويطلع يصلي، ما هو عارف وين الأول من التالي يعني، مسكين، ولا يسأل الإنسان، سبحان الله العظيم، يعني من الجهل يسأل. هذا يعني هذا أمور لازم يسأل عنها الإنسان ويتفقه فيها حتى يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي. طيب، عند الشروع. والمضمضة، والمضمضة كذلك، وهي خضخضة الماء في الفم من شدق إلى شدق ومجه، يعني يدير الماء في فمه ويمخضه ويمجه يرميه، فلو أنه جعله في فمه وشربه ما تمضمض، ولو أنه جعله في فمه ثم جعله يسيل هكذا هذه لا تسمى مضمضة. لذلك حددوا المضمضة بأنها خضخضة الماء في الفم ثم مجه بقوة حتى يخرج، فيطهر بذلك فمه. والاستنشاق، وهو جذب الماء بنفس إلى الأعلى، جذب الماء بنفس إلى الأعلى ثم دفع ذلك الماء بنفس أيضا، وهو ما يسمى بالاستنثار، ما أخذي بإصبعي اليسار، طبعا الإبهام اليسار السبابة على
نثرة أنفه، هذه تسمى النثرة، لذلك سمي الاستنثار، لأنه يضع أصبعيه على هذه النثرة ثم يدفع الماء الذي أدخله، إذن فيه استنشاق جذب الماء إلى أعلى ثم استنثار، ويستحب فيهما المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، فلا يستحب في ذلك بل لا يجوز، لأنه يخشى أن يتسرب إليه الماء إلى بطنه إلى معدته فيفطر بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ما زال الأذان لما تبقى 5 دقائق هناك، ما هو قدامي منه وأمامكم. طيب إذن فاللهم صل على محمد وآل وصحبه. إذن قلنا الاستنشاق وهو إيش؟ جذب الماء بنفس إلى أعلى ثم دفع الماء وسمى الاستنثار، وهما سنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستحب المبالغة فيهما إن كان العبد صائما، لحديث لاقيط بن صبر رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي لفظ: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، في رواية يستنثر. طيب لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. هذا دليل على أن الاستنشاق والاستنثار المضمضة ليس فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما أمره الله، وما أمر الله به اغسل وجوهكم وأيديكم إلى آخره، توضأ كما أمرك الله. فلو أن شخصا غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم قام بعد أن نوى ذلك الوضوء لتلك الصلاة، أجزأه ذلك وفاته خير كثير، صلاته تلك صحيحة وليست باطلة لأنه جاء بالفرائض، لكن لا يترك لهذا السنة إيش رغبة عنها. قد يكون ما عنده قليل لا يكفي للمضمضة وغسل يدين كذا، فيقول لك نأخذ فرائض ونصلي، فهذا يعني يجوز ما في إشكال. نعم. وين نحن بعد؟ قول. ورد مسح الرأس. نعم، قلنا مسح الرأس فرض، رد مسح الرأس هذا سنة، فيجعل يديه في قفاه، وإذا كان شعر له شعر طويل يعني يرجعه يطلع فوق ثم يأتي بالمسح ويمسح إلى مبتدأ أو مقدم رأسه، لأن كما في حديث عبد الله بن زيد والربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما، يعني رجع حتى وصل إلى مبتدأ رأسه. نعم، فهذا هو رد مسح الرأس. أيضا مسح الأذنين، مسح الأذنين وتجديد الماء لهما سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فيمسح أذنيه يعني يجدد منه الماء بعد أن يمسح رأسه ثم يجدد الماء، وهو تجديده فضيلة على كل حال، ومسحهما سنة. وقيل أن المسح والتجديد كلاهما سنة. كيف يمسح؟ يأخذ الماء فيجعل إبهاميه يعني خلف الأذنين، خلف الأذن أو السبابتين داخل الصماخين هنا، ثم يمسح هكذا ويمر بأصبعيه في الوردة، هذه الوردة يمر بها بالأصبعين يعني بالسبابتين من داخل. وفي الحديث: غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. طيب لو اكتفى بمسح ما غبر أو ما بقي من بلل شعر رأسه أجزأه ذلك وصلاته صحيح، لو مسح رأسه ثم مسح أذنيه ولم يجدد له الماء صح ذلك. قد جاء في حديث أن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس. ترتيب الفروض:
من السنة أن يرتب بين الفرائض، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إيش دخل الصفا والمروة في الوضوء؟ أحسنت، نعم. ابدأوا بما بدأ الله به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأوا بما بدأ الله به. وما بدأ الله به لفظا وجب البدء به فعلا، فقد أمر الله أن نغسل وجوهنا أولا ثم أيدينا ثم إلى آخره. فلذلك يسن هنا ترتيب الفرائض فيما بينها، فيقدم الوجه كما قلنا على المرفقين إلى آخره. وهو القول المختار في المذهب، وعبر عنه ابن الحاجب رحمه الله بالأشهر، وقيل بالوجوب بالترتيب بين الفرائض، قيل بالوجوب أيضا، نعم. ومن قال بسنية الترتيب ذهب إلى أن الواو في الآية لا تقتضي نسقا، بمعنى أنك لو قلت دخل زيد وعمر، من هو الذي دخل الأول؟ زيد. ما الذي دلك على أن زيد دخل هو الأول؟ لا شيء يدل على ذلك ولا يفيده، إنما مقتضى العطف هو الدخول، هو الإنباء بدخولهما، دخل زيد وعمر. لكن لو قلت دخل زيد ثم عمر، هنا نعم صار فيه الترتيب تراخي واضح، أو فعمر. لكن أن تقول فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا إلا إذا كانت هناك قرينة، والقرينة واضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب على كل حال. إذن فالترتيب كما قالوا أن هذا سنة. ولذلك من نكس وضوءه فبدأ برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه وغسل وجهه، وضوءه باطل ولا صحيح؟ صحيح ولا باطل؟ اختلف الفقهاء عندنا. نعم، هو وضوءه صحيح ولكنه مكروه، لأنه خالف الصفة الحميدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الواو لا تفيد ترتيبا، وباعتبار أنه لا يجب البدء بما بدأ الله به. ولكن طبعا هذا لا يفعله لا عاقل ولا مجنون، ولكن قد يعني يقع للإنسان أو يسهو أو كذا، فمكروه وعليه إعادته مرتبا. طيب، نعم. نعم، قال: ومن نسي فرضا من أعضائه. وش فرض الفروض هذه الأعضاء؟ هذه ما هي الأعضاء المفروض غسلها ومسحها؟ الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. نسي أن يغسل وجهه، وغسل يديه المرفقين، مسح برأسه وغسل رجليه، وذهب يصلي. قال: ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. لماذا؟ لأن الموالاة حاصلة ما دام أنه زمانه قريب ولم تجف أعضاؤه، فهنا تتعين عليه الموالاة، فيغسل وجهه ثم يديه المرفقين ثم يمسح برأسه ثم رجليه إلى الكعبين. طيب، قال: وإن طال فعله وحده، وإن طال فإن تذكره بالقرب فعله ما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. طيب، هو نسيه وطال الزمان، طال الزمان، هو ما زال محافظ على وضوئه، هذا الحال محافظ على وضوئه، لم ينتقض وضوءه، فتذكر أنه لم يمسح شعر رأسه، فقالك يمسح شعر رأسه. إذا كان صلى بذلك المتروك فرضا وجب عليه إعادة صلاة الفرضية التي صلاها به، لأنه سقطت الموالاة. وفي هذا حديث عن خالد بن معدان وغيره، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه أشبه بقواعد أحمد في الموالاة، حيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك لمعة في ذراعه فأمره أن يغسلها، أو في قدمه فأمره أن يغسلها، ولم يأمره أن يغسل ما بعدها لكونه أنه كان طال الزمان وجفت أعضاؤه،
والفقهاء يقدرون طول الزمن بجفاف العضو الرجل المعتدل في الزمان المعتدل، يعني شاب وسط في الربيع كم يبقى وأعضاؤه لم تجف إذا لم يجففها بالمنشفة، ممكن تبقى ربع ساعة ولا، يعني إنسان معتدل ما هو شاب، شاب لأن بسرعة يعني ما شاء الله ينشف عنده حرارة وطاقة، وليس شيخا لأن الشيخ في الغالب أنه لا تجف أعضاؤه بسرعة لعدم وجود الحرارة فيه القوية، فإذا لابد أن يكون وسطا يعني شابا في زمان معتدل أيضا، حتى ولو كان شخصا معتدلا ولكن كان في زمن الحرارة يجف بسرعة أيضا، ولو كان في زمن البرودة يعني يبطئ جفافه، إذن في الزمان المعتدل والشخص المعتدل في هذا. إذن فإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله لأنه ترك فرضا من فرائض الله عز وجل وصلى صلاة ناقصة، ناقصة هذا الفرض فبطلت صلاته لأنه لم يأتي بالوضوء التام، فعليه أن يعيد هذا العضو ما دام الزمان طويلا ويعيد تلك الصلاة التي صلاها. نعم. قال وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. طيب ترك المضمضة أو الاستنشاق أو الاستنثار أو رد مسح الرأس وصلى بذلك الوضوء صلاة يعني ترك فيها سنة، فهذا لا يعيد، يعيد تلك السنة يفعلها فقط وحدها ثم يستقبل بوضوئه ذلك الصلاة القادمة، أما صلاته التي صلاها فلا يعيدها لأنها صلاة صحيحة، وإنما المتروك منها سنة فلا يفسد بذلك أو لا يفسد تفسد بذلك الصلاة. نعم. ومن نسي جمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك قال ومن نسي لمعة، هذا لم ينس عضو وإنما نسي لمعة في ذراعه في جبهته في رجله، فلما جفت أعضاؤه رأى تلك اللمعة واضحة بأنها ليست مغسولة، قال فعليه أن يغسل تلك اللمعة وحدها بنية، أي بنية إتمام الفرض الذي نقصت منه، ثم إن صلى قبل ذلك أعاد لأنه ترك شيئا من فرضه، فلا بد من إتمام الفرض، فما ترك سواء ترك فرضا كاملا أو جزءا منه فالفرض لا يتجزأ هنا، لا بد له أن يتم فرضه. نعم. ومن ترك المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع من وجهه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. طبعا هناك حديث لعمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفيه أيضا كما قلنا خالد، حديث خالد بن معدان رضي الله عنه رحمه. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. طيب هو بدأ يتوضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق ولم يستنثر وغسل وجهه، فلما غسل وجهه وأتمه تذكر أنه لم يأتي بالسنتين، قال يمضي في الفرائض حتى، لأنه لا يرجع من فرض إلى سنة وإنما يمضي في الفرائض، فإذا أتمها تمضمض واستنشق واستنثر وأتم بذلك الوضوء. نعم. لأن فإذا شرع في واجب فلا يبطله، شروع في الواجبات لا تبطل، بل حتى في بعض السنن كما سيأتي معنا إذا شرع فيها لا يجوز له إبطالها ونقضها. نعم. والفضيلة أو الفضائل جمع فضيلة وهي المندوب أو المستحب كما تقدم. نعم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فضائل الوضوء. قال وفضائله أي مندوباته أو مستحباته، والفضيلة قلنا هي ما يثاب فاعله أو ما أمر به الشارع، إيش؟ لا على وجه اللزوم،
ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما قلت معناها أنه لا يعاقب تاركه فإن تركوها، لا ليس معنى هذا، وإنما هذا يعني من باب تعلق الأحكام بأشخاصها، والذي ينبغي على المسلم أن يكثر من هذه النوافل، كما قلنا أكثر أفعال هذا الدين وأقواله نوافل، ولو ترك الإنسان النوافل لجاء فقيرا يوم القيامة من الحسنات، لذلك يحرص على نوافل الخير سواء في الصلاة أو الصدقات أو غير ذلك. نعم، نقف هنا الشيخ. طيب إذا نقف عند الفضائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على محمد وبارك. نلقاكم بعد العصر إن شاء الله، فكونوا في الموعد، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.